رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله سبحانه وتعالى بين في محكم كتابه يبشر المؤمنين الصادقين الذين يؤمنون بأن هذا الكتاب كل حرف منه مطالبين بأن نأخذه بروح الإيمان واليقين، فهو القائل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. إياكم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالحياة غير الحياة، والعيش غير العيش الذي تعاهدناه في هذه الحياة أيها الأخوة. فراية الجهاد مرفوعة ماضية إلى يوم القيامة، والسعيد المحظوظ الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بخدمة هذه الراية وبرد الطغاة الظالمين مهما ظهروا وعلوا وتفرعنوا في كل زمان أو مكان. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر وقال: لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال طائفة من أمتي، فأبشر بنسبتك إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه النسبة التي جعل الله سبحانه وتعالى قيد تشريفها بضرب الطغاة في كل زمان ومكان. بشار وأعوانه أو في أي بلد من البلاد التي استبيحت فيه أعراض المسلمين وحرماتهم، فالدماء التي سفكت والأعراض التي هتكت هي أمانة برقبة كل مؤمن بالله سبحانه وتعالى، مطالب بها على أن يموت كمثل هذه الميتة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا كما أكرمهم، وأن يعزنا كما أعزهم، وأن يجعلنا سببا لعزة هذا الدين. يا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين. ولكن إخواني، قبل الدعاء نهيب بنقطة بسيطة. الشباب الصغار الذين يذهبون بغير إذن أهلهم، نحن لا نقف أمام من يريد أن يخدم هذا الدين وأن يمضي في ساحات الجهاد، ولكن نقول ونطالب الأخوة وخاصة الشباب المسلحين أن يقيموا يا أخي على الأقل دورات.